رحلة البحث عن الذهب خطوة يقدم عليها العديد من البطالين في مختلف أنحاء العالم للاسترزاق بها. وللذهب قصة طويلة في مالي، فهو عمل يمارس منذ عقود. استخراج معدن الذهب ازداد نشاطه خلال السنوات الأخيرة بعد أزمة الصراع التي مست البلاد عام 2012. فالعديد من العاطلين الماليين وجدوا في مناجم الذهب الواقعة جنوب البلاد الملاذ الوحيد الذي يقيهم من برودة الفقر والجوع، حيث على الرغم من الظروف المعيشية المزرية والعمل المتعب، إلا أن عشرات الرجال والنساء يتحدون ذلك محاولين حظهم في منجم كوفلاتي الواقع على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع غينيا. نأتي هنا على الساعة 6 صباحا ونظل إلى غاية الساعة 6 مساء. نحن نعمل هكذا، تمر علينا أوقات لا نأكل فيها. أنا شخصيا وبسبب العمل الشاق أحس بالآلام في ظهري، العمل جد متعب. عمال المناجم يقومون ببيع الذهب بسعر 27 يورو للغرام الواحد، إلا أن بعض المحظوظين يأثرون في بعض الأحيان 50 غراما من الذهب في الشهر الواحد. إبراهيم هو من الباحثين عن الذهب، التحق بالمنجم العام الماضي، يرى بأن المكاسب في هذا العمل ليست دائما على موعد. جئت من بوغوني للبحث عن الذهب، لكنني لحد اليوم لم أعثر على الكثير. هذا شيء صعب، فالطقس جد حار وليس لدينا الوسائل اللازمة لهذا العمل. يقدر اليوم عدد عمال مناجم الذهب في مالي رسميا إلى أكثر من 1 مليون شخص من أصل مجموع 14 مليون مالي. في العديد من المناطق يعتبر الذهب المورد الوحيد لهؤلاء، ومع توسع نطاق هذا القطاع إلا أنه غير منظم بسبب مواجهته للعديد من التحديات الاجتماعية والبيئية. لأنك ترى ذلك هنا، ربما بالكاد مترين تقريبا في باطن الأرض. كانت هنالك حفريات في كل الاتجاهات، الجانب الأيمن والجانب الأيسر، لذلك لا يوجد ناقل، كل شيء وضع جانبا، لقد نزعوا كل شيء في طريقهم. في أي وقت يستطيع العمال أن يتعرضوا إلى حادث، وآخر واحد يعود إلى 13 من شهر سبتمبر الفارض، أين كلف انهيار جزء من المنجم حياة 16 شخصا، وبذلك جرى عدد الوفيات إلى 18 ضحية لهذا العام. فالمعايشة ما بين مجتمع المناجم ومجتمع التنقيب عن الذهب هي منبع ضغوطات متكررة. في سبتمبر الفارط انعقد في باماكو أول مؤتمر وطني حول التنقيب عن الذهب، حيث وصل إلى عدة اقتراحات من أجل التسيير الأفضل لهذا الاختصاص الذي يسترزق من ورائه العديد من الفقراء في مالي. في هذه الأزقة الضيقة وفي أحد أحياء مدينة كولكتا الهندية يبحث محمد عن الذهب. هو واحد من مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين يعتشون من خلال البحث عن بقايا الذهب الموجودة في مخلفات ورش الصياغة في المدينة. لم نحصل على تعليم جدي، ووالدي كان يعملان في هذه المهنة، واليوم أعمل بها مع 2 من أبنائي، ليس لدينا عمل آخر. خلال عملية التصنيع قد يفقد العاملون هنا أجزاء صغيرة من الذهب والتي تجد طريقها إلى مجال المياه، حيث ينتظرها هؤلاء لتجميعها وبيعها لإعادة تصنيعها مرة أخرى. وبالنسبة لأصحاب المتاجر هذه العملية مهمة جدا لخفض تكاليف الإنتاج. إذا لم يقوموا بذلك العمل سيتوجب علينا الاستمرار في شراء الذهب من الدول الأوروبية ودفع ثمنه بالدولار، كما أن الذهب يعتبر مصدرنا الوحيد للرزق، ما يؤدي إلى زيادة الأعباء على اقتصادنا. تعتبر
الهند واحدة من أكثر الدول استيرادا للذهب في العالم إلى جانب الصين، حيث تنتشر محلات المجوهرات في جميع أنحاء البلاد وتشهد ازدحاما كبيرا، خصوصا في هذا الوقت من السنة والذي يقام فيه مهرجان دولي أحياء لذكرى لاكشمي إله الثورة عند الهندوس. لا يهمنا ما إذا ارتفع سعر الذهب أو انخفض، شراء الذهب يعتبر من التقاليد في الهند، ولا يمكنك أن تؤدي العبادات من دون تقديم بعض الذهب في نفس الوقت. انخفاض سعر الذهب هذا العام يمثل فرصة لا تعوض بالنسبة للمشترين، ونفس الشيء بالنسبة لسكان هذه المنطقة. وبالنسبة إلى محمد، فإن مهرجان دولي هو منجم مهم كل سنة، عادة ما يجني 3 دولارات يوميا، ولكن في خلال موسم الأعياد يصل هذا المبلغ إلى الضعف. هذه الأعياد التي تمثل ذروة نشاط الباحثين عن الذهب. (تصفيق)